وبشأن قيام كيان جديد في سوريا واتفاق على فتح معبر القنيطرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في شأن السوري صالح فاضل. سيد صالح، مرحبا بكم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتهم صراحة الولايات المتحدة بالسعي لإقامة كيان جديد في سوريا شرق الفرات، ولكن ما الهدف من وراء دعم الولايات المتحدة للأكراد؟ حقيقة يعني دائما السياسة الأمريكية في المنطقة هي سياسة تعمل على خلق بؤر فوضوية متراكمة، وهذا ما رأيناه بالعراق. وبعد ذلك، بعد هذه الفوضى العارمة، يبحثون في مصالحهم لتحقيق أكبر كم ممكن من المصالح الأمريكية في المنطقة. نعم، إذن هي بؤر فوضوية، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تحقق أمريكا هذا الهدف إذا ما علمنا أن هناك رفضا تركيا روسيا لهذا الكيان؟ بالمجمل يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عمليا تسيطر على آبار النفط في منطقة دير الزور، أي في منطقة شرق الفرات، ولكن هذه التصريحات وغيرها تريد أن تثبت هذه المصالح، وبالتالي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، سياستها سواء في العراق، في أفغانستان، في دول أخرى، كلها تكون عقب إحداث حالة عارمة من الفوضى والقتل والتدمير ثم تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة. طيب سيد صالح، في ظل التقارب الروسي التركي، هل يعني من الممكن أن تشارك في عملية عسكرية تقوض المساعي الأمريكية في تأسيس هذا الكيان؟ هل تصل إلى هذه المرحلة؟ عبر حرب عسكرية إطلاقا، وإنما عبر مفاوضات سياسية، عبر عمليات عسكرية محدودة هنا وهناك، عبر مقايضات في المصالح الدولية، لكن لا أرى أن تصل الحالة إلى حالة عسكرية من القتال من طرفين، روسيا وتركيا من طرف الولايات المتحدة، لا أظن ذلك، وخاصة أن تركيا هي في معاهدة الناتو وهي عضو في التحالف الدولي المقاوم للإرهاب في المنطقة، وبالتالي هذه التحالفات لن تتطور إلى تحالفات عسكرية. هناك أنباء عن اتفاق بين الكيان الصهيوني والنظام السوري والأمم المتحدة على فتح معبر القنيطرة، كيف قرأتم هذا الاتفاق وكيف وجدتم التوقيت سيد صالح؟ بالأصل هو هذا المعبر هو كان مفتوح، تعطل بسبب سيطرة الجيش الحر على هذه المنطقة، والآن يبدو أن النظام استطاع بعد عمليات المصالحة التي حصلت، أصبحت ضمن سيطرة منطقة النظام بعد المصالحات، والآن هو إعادة فتح هذا المعبر ليس إلا، والنظام ليس بعيدا عن علاقاته بإسرائيل. هذه العلاقات الإسرائيلية السورية موجودة من يوم وجود حافظ أسد، أصلا حافظ أسد من أتى به هو التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وكلنا قرأنا عبر مؤتمرات القمم العربية مؤتمر فاس عندما هدد الملك الحسن الثاني المندوب السوري وقال له الآن أنا بطالع لك بالفيديو أفلام مفاوضات رفعت الأسد مع الدولة اليهودية في المغرب. فالعلاقة السورية الإسرائيلية هي علاقة تاريخية. من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم.